بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. حلقة النهاردة هي مخصصة للرد على أسئلة حضراتكم. خلونا نبدأ مع بعض بأول رسالة موجودة معنا. بتقول: أنا اتجوزت من 5 شهور وجوزي عارف أني بشتغل ومرتبي كويس وما كانش بيسأل عن فلوس شغلي، يعني أنا أدفع وأجيب في البيت أي حاجة زي ما أنا عايزة، ما كانش بيسأل. وأنا كنت معتبرة الموضوع واحد لحد أول الشهر ده سألني: أنت مرتبك دلوقتي بقى كام؟ فقلت له، قال لي: وبتوديه فين؟ قلت له: نصه لأمي وأبويا والباقي معايا بصرف منه في البيت. دلوقتي هو بيقول لي المفروض ما تديش أهلك فلوس، طالما أنا سمح لك بالشغل يبقى الفلوس كلها تبقى معانا في البيت، وده حقي كزوج أني أمنعك تدي فلوس لأهلك من غير معرفتي طالما سمح لك تشتغلي وتاخدي من وقتي ووقت البيت. أنا بصراحة متضايقة قوي من موقفه ومصدومة من كلامه ومعرفش كلامه صح ولا غلط، وده من حق الزوج فعلا ولا لأ؟ والمشكلة أني من وقت ما اشتغلت وأنا بعمل كده مع ماما وبابا، لأني عارفة ظروفهم كويس، وكمان لسه أقساط جهازي ما خلصتش، تنصحوني أقول له إيه أو أتصرف معاه إزاي من الناحية دي؟ ولو عندي مشاكل كتير في حياتي، هل ده معناه أني محتاجة أراجع علاقتي بربنا سبحانه وتعالى تاني ولا إيه؟ لأني بجد احترت، لأنها مشاكل ليس لي يد فيها ولا في حدوثها على الإطلاق. يمكن دي مشكلة وسؤال ضمن أسئلة تانية كتير هنجاوبها النهاردة إن شاء الله مع حضراتكم، مع فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. أهلا وسلم. مشكلة بتبقى موجودة في أسر وفي بيوت كتير جدا: مرتب الزوجة من حق الزوجة فقط ومش من حق الزوج التدخل فيما يخص أموال الزوجة ولا لأ؟ ولا هي فعلا عشان بتنزل وبتشتغل وبتاخد من وقته ومن وقت الأولاد لابد إن هي تدفع وتساهم في البيت أو ما تتصرفش في أي قرش هو خاص بيها إلا لما ترجع للزوج الأول؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. عليها أفضل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. إذن النفقة المفروض أنها تبقى على الزوج. تمام. في كل الأحوال يبقى الزوجة كسوة وطعاما وشرابا وسكنا وتطبيبا، ده على زوجها. ونفرق برضو بين أمرين: أنا واخد زوجة بتشتغل ولا لا بتشتغل، ولا واخد زوجة ما بتشتغلش وبعدين أنا سمحت لها بالعمل. لو كانت بتشتغل من الأول، الرضا بالشيء رضا بالمآلات. أنت واخدها بتشتغل وعارف ان هي في شغلها من 8 الصبح ل2 مثلا كذا، او من 8 ل3، يبقى خلاص انت واخدها بتشتغل، انت رضيت بهذا الامر من الاول، وكتر خيرها ان هي بتساعد في البيت. اما انا مش واخدها بتشتغل وبعدين سمحت لها بالعمل، هنا بقى اقول لها: لا، انت كده بتيجي على حق على حق بيتي. يبقى كان لازم هنا السائل يقول لنا: أنا متجوزة بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ لا، هو عارف إنها بتشتغل، عارف إنها بتشتغل، هو واخدها بتشتغل. رضا بالشيء، الرضا بالشيء رضا بالمآلات. انت رضيت من الاول انك تاخدها عامله وعادي، يبقى ما تقعدش تتحكم فيها وتقول لها لازم تقعدي. طب هو من حقه اساسا يقول لها تدي؟ لا، يعني هنتكلم بقى في الجانب الاجتماعي بالظبط. لذلك الفتوى يا جماعه هي مش مساله حلال حرام، الفتوى فيها جانب اخلاقي. يعني واحده ليها دخل وموظفه وقالها ربوها وعلموها وادوها لك جاهزه، بتشتغل وتساعد ابوها بشيء ولا اسرتها بشيء، يبقى ده حرام. ده حرام عليه لو هو منعها، حرام عليه لو هو منعها. تقول هم محتاجين قساط الجواز بتاعها. هل من حقها هي ان هي تمنعه انه يساعد والدته؟ نفرق ازاي بين الحقين دول؟ ليه نسمح للزوج، للرجل يعني، ان هو يعطي اباه وامه ونقول له كتر خيرك وربنا هيكرمك ولازم ابوك وامك تشيلهم فوق دماغك، ونيجي للبنت لما يكون أباه وأمها محتاجين وتديهم؟ الزوج يقف على شبيره زي ما بيقول كده ويتنطط زي الفولة في النار ويقول: لا، أنا مش، ما تديش، ده حقي وحق أولادي. لا، مش حقك ولا حق أولادك، لأنك أنت متجوزة وهي بتشتغل، ومن حقها أن هي تساعد أهلها وكتر خيرها أن هي بتنفق في البيت. أنا بتكلم الواقعة دي بعينها. تمام. الأمر الثاني، الزوج المفروض يكون عنده يعني نوع من التطهيب الخاطر، جبر الخاطر، ياخد حماك وحماتك. ده انت المفروض، ده لسه يعني متجوزين بقالهم 5 شهور، يعني المفروض حتى لو انت شايف حماك محتاج ومديون ولا مزنوق في حاجة، انت من نفسك ده اصبح في مقام والدك. فالحقيقة موقفه مش اخلاقيا، مش
مش حلو خالص. طيب هي بتقول انها عندها مشاكل كتير والمشاكل بتحصل بتقول انا ماليش يد فيها، هل هي محتاجه ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتشوف ايه ممكن تكون مقصره فيه تجاه حق ربنا سبحانه وتعالى يكون سبب المشاكل اللي حواليها؟ طيب اولا احنا نرجع لربنا في كل الاحوال، في طبعًا. مشاكل ما فيش مشاكل بنرجع ربنا ونراجع نفسنا طول الوقت بالضبط. ده شيء كويس ان هي عايزه ترجع المشاكل لانها مقصره في حق ربنا، كلنا مقصرين في حق ربنا واكيد التقصير في حق الله له علاقه بما يحدث لنا من عطبات من خبطات في حياتنا. صح. ودي بتفوقنا ودي بتبقى تكفير للذنوب، تكفير لتقصيرنا في حق الله. ولكن انا بقول دائما الثلاث السنوات الاول في الزواج كما يقول المتخصصون بيبقى فيها مشاكل كتير، لسه الاثنين بيعرفوا طباع بعض، دي واحده اعلى فتره الخطوبه اصلها حاجه. نعم. والجواز والاستقرار داخل البيت مع بعض ده موضوع تاني. ده حضرتك بتقولي لسه بيعرفوا بعض، يقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لما يتعودوا على بعض. فلذلك ما نقلقش لما نلاقي في مشاكل، نقلق امتى بقى؟ لو المشكله هتؤدي الى انهاء الحياه. نقول بقى ما ينفعش كده، ولكن في السنوات الاولى بقى في مشاكل، في مشاكل لان كل كده واحد الصراحه بيعرف طبعه من البدايه بتبقى افضل. نعم. شيء يعني اذا كان هو رافض الشغل من البدايه كان قال من قبلها، اذا كان هو مش عايزها ان هي تساعد اهلها او ان هي يبقى دخلها كله للبيت كان قال، يعني كل الكلام اللي اتقال دلوقتي كان لابد انه يتقال من البدايه. هو حضرته يعني خدها على اعصابه قوي لما لقي ان هي بتساعد والدها وهي كتر خيرها وربنا يكرمها، شايفه والدها مديون وعليه اقساط فواقفه جنبيه، المفروض هو اخلاقيا يقول لها ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا، احنا نتحمل وانت برضو تساعديه لحد طبعًا. ما يخلص اللي عليه. طبعا. طيب ناخد ام مصطفى. الو اتفضلي، اهلا بيكي. ازيك؟ الحمد لله بخير. ازيك قوي؟ مرحبا اهلا بحضرتك. وعليك يا زهرة. ممكن استأذنك بس تعلي صوتك شوية؟ بقولك عايز مش سامعاكي. طب حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب بيقول سمعت من فترة ومعرفش صحة الكلام ده ايه، ان لما اجي اشرب ثلاث مرات واسمي بسم الله قبل كل مرة واحمد الله بعد كل شربة، هل الكلام ده من السنة ولا اتوقف عنه؟ ده من عين السنة ما شاء الله. ودي سنة احنا بننساه. صحيح. ننسى كتير قوي التسمية عند الاكل وننسى حمد الله بعد ما ناكل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يرضى، الكلمة الجميلة اللي سيدنا النبي بيبشرنا بيها اذا فعلنا ذلك، ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الانسان لما يأكل يبدأ بالبسملة حتى يبعد الشيطان عن طعامه، واذا ما انتهى يحمد الله تبارك وتعالى. غيره حرم من هذا، مش قادر يجيب، وغيره قادر يجيب ولكن لا ممنوع من انه ياكل سبحان هذا الله. الاكل فاذا لازم الانسان يحمد ربنا في كل الاحوال لما ياكل ولما يشرب. طب لما يشرب من الادب ان يشرب جالسا ان تمكن من ذلك، هذا ادب نبوي يعني مش حرام ان الواحد يشرب وهو واقف خالص. ولكن لو الافضل 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 لا، سيدنا النبي فعل هذا. طب الانسان في مكان عام طب الحكمه ايه وصعب والناس هتبوظ خلاص ما فيهاش حاجه، لعله ما فيش حكمه، لعل الانسان من ادب النعمه انك تتلقاها كده في وانت قاعد وانت وهكذا، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب فده ادب نبوي لو الانسان ما عملوش مش حرام. طيب لما يجي يشرب على ثلاث مرات حتى لا يعني يخرج نفسه في الإناء، فربما يعني يشرب أحد من مكانه فيتأذى. ودي برضو دي فايدة وحكمتها ظاهرة. صحيح. في هذا. صحيح. فحتى منهي أن نتنفس في الإناء عند الشرب، يعني ناخد نفسنا كده ونشرب، ناخد نفسنا ونشرب ثلاث مرات ليه؟ علشان وكأن ده شيء يعني مهم جدا في ممكن تقول نقل عدوى، ممكن نقول أي شيء ممكن يربط بالطب الآن مع انه ادب نووي ولكن ممكن نلاقيه له حكم في الطب. البسمله عند الشرب الان بيقولوا ان الماء بتتغير فيه بعض الامور عندما يذكر الانسان اسم الله عليه. في ناس وصلت الى هذا سبحان الله، قالوا ذرات الميه دي بتتاثر عندما يقرب الانسان ويقول بسم الله سبحانك على الماء. فهذا يعني والله اعلم. طيب ناخذ مدام اسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اسراء. ازي حضرتك؟ انا بحب حضرتك. ربنا يبارك لك يا رب. ازيك يا فضيلة الشيخ عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا استاذ اسراء. يا مرحبا بحضرتك. بقول انا عندي مشكلة وانا مخطوبة، انا كنت متجوزة قبل كده واتخطبت
تمام، واهلي عرفوا ان الطبيب ده بيكذب عليهم وكده، فهم راحوا سايبوه لي. فدلوقتي هو بيكلمني بيقول لي تعالى نهرب نسيب البلد ونهرب، فانا بقول له لا مش عايز اهرب. فهو ليه عنده صور، فهو بيعبدني بالصور دي، بيقول لي هربت معايا فانا مش هقول لك الصور على الفيسبوك وكده. انا مش عارفه اعمل ايه. قولي لاهلك. ما اهلي ما يعرفوش، يعني اهلي لهم كلمة، فهو بيقول لي ان انا هنشرها واوريها لاهلك وكده لو ما جيتيش وكده، فهو بيهدد فيا. صور انت بعتها له ولا صور وانت معاه؟ صور انا ومعاه، انا مصوره انا وهو. صور انا وهو ايام الخطوبه، كل ما يجي عندنا مثلا البيت، كل في مناسبه كده. طب هي صور عاديه؟ اه صور عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. طب ما ينشرها، مش كان خطيبك؟ ايوه. طب ما ينشرها، مش اهلك، مش خطيبك ودخل بيتكم وكان وكنت في فتره مخطوبه له؟ ايوه. والصور موجوده في بيتكم؟ أيوة. ولا هي صور انت تخافي ان هو ينزلها؟ ما انا ما خايفه ان هو ينزلها، ان انا كنت بشعري ومره كنت طايحه وكده يعني، فانا مش عارفه اعمل ايه. حاضر. طيب حاضر، عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. تابعينا يا اسراء، اهو ده تحذير لكل بنت ممكن تكون بتبعت لخطيبها او حتى لو مكتوب كتابها، تبعت له صوره بشعرها، تبعت له صوره وهي قاعده بلبس البيت، او تتصور معاه بشعرها او ايا كان، لان سبحان الله ربنا مبدل الاحوال. ما تعلميش اللي النهارده عامل ان هو حد كويس قوي وبريء وطيب ومحترم وابن ناس، لو اكتشفتي شيء انت ما كنتيش تعرفيها تكتشفي اشياء تانية كتير جدا برضو ما كنتيش تعرفيها، شبه اللي اسراء بتتكلم عليه ده. اتفضلي فضيله الشيخ. الحاجة بتقولي ده، احنا دايما بنحذر منه الحقيقة في المشاكل اللي بنشوفها وبنقابلها، ان البنت لما بتتخطب خلاص بتحاول ان هي تكون بتتعامل بقى بحريتها. لا مش عايزين الحرية، عايزين يبقى ملتزمين بالادب عشان الموقف ده، عشان المواقف دي يستغلها رقيق الاخلاق اللي اخلاقه ما عندوش مروءة. لذلك ده يصلح زوج، هذا لا يصلح زوج. وبيكفي الجملة اللي ظهرت منه الآن انه بيهددك بالصور، يبقى هذا لا يصلح زوجا. طبعا المفروض الانسان اللي عنده اخلاق مجرد ما خلاص انتهى كل شيء خلاص يمسح كل شيء اللي عنده حتى لا يؤذي بنات الناس. اما مثل هذه الاخلاق لا يصلح زوجا، ولو اتجوز واحد برضه مش هيصلح معه، مش هينفع معه طول ما هو بهذه الاخلاق. واي انسان يستغل ضعف البنت وسذاجة البنت وطيبة البنت، البنت تبقى فرحانه ومقبله قوي على الزواج ومقبله على الخطوبه، فبتبعت صوره ومش عارف ايه. فلو هو ما عندوش مروءه واستغل ده، ده فعلا يعني سيقع في شر اعمال فيما بعد. وانا رايي فضلت الشيخ وبرده حضرتك قولي ان هي تقول، قولي لاهلك، مفيش حد هيقف جنبك قدهم، حتى لو انت كنتي اخطأتي في فتره من الفترات برده هم لو شدوا عليك هيبقوا حن عليكي. من اي حد تاني. ناخد ام فرح. دكتور عامل ايه حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور عويد، عامل ايه وحضرتك عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه، احمد على خير. انا اول مره اكلم حضرتك. نورتين. ده نور حضرتك الله يخليك. اتفضلي. ممكن اسال الشيخ لو سمحت؟ انا بنتي متوفيه بقى لها زي 10 شهور. الله يرحمها. الله يخليكي. فدايما عيط ودايما دايما نفسي ان هي تجيبني في الحلم، ودايما ان انا بصلي لها غلط، ان انا مثلا بصلي ركعتين ليها او لوالدي او لوالدتي. حاضر حاضر. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ طيب تابعينا يا ام فرح. بتصلي لها ركعتين، طبعا ربنا يرحمها يا رب ويصبرها اشد ابتلاء في الدنيا. نعم. احنا قلنا كتير قوي بنسال في مساله انا ممكن اعمل ايه للميت، ممكن اعمل ايه للعزيز اللي للصديق القريب لبنت زي ابن زي الاخت اللي معانا. فبنقول قراءه القران وهبه الثواب والصدقه. طيب وصلاة النافلة، أصلي ركعتين بالليل وأوهب ثوابها لبنتك، فيش مشكلة خالص. صيام النافلة، أصوم اثنين وخميس كده وأوهب مثلا مثل هذا الثواب إلى ابنتي. كل هذا صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. وربنا يصبرك، والله لا يعذب على دمع العين، وإنما يعذب على السخط بالكلام. الكلام اللي بيتقال في اعتراض. بكلمة يدل على سخطه من قدر الله. ولكن الإنسان يبكي حتى لو بكى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على فقد ولده وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
هي دي اللي احنا عايزين، انسان حتى مهما نزل لا يقول الا ما يرضي الله، ان لله وانا اليه راجعون. نعم. ناخد ام عبده. ام عبده اتفضلي. معاكي. اتفضلي. معاكي يا استاذه لمياء. اهلا وسهلا بيكي يا احلى لمياء في الدنيا. ربي يبارك لك يا ربي كده في ميزان حسناتك البرنامج العظيم. امين ده. يا رب. امين يا رب. انا النهارده بيطبطب عليا ربنا، انا دي لي سنتين واكتر شامله الطفل يا حبيبتي، والله متابعاكي ومن ساعه القناه الثانيه الحياه الثانيه. ايوه كده ما جبتيش قلتي شوفولي يا عيال، انا مش بعرف يعني النت والكلام ده، شوفولي دكتور الجبر الخواطر فين يا حبيبه قلبي. يا رب يبارك لك. وكل اصحابي يقول احنا مش بنعرف نتكلم، متكلمين. قلت وانا قادر اوصل لنفسي؟ راحوا العيال شافوكي مع رؤيا وكريم وقالوا كورونا، بقيت هتعفرك ليه النهار ادعي لك. يا رب يخليكي، ربنا يبارك لك يا رب. والحمد لله على سلامه الشيخ عويضه. ربنا يكرمك. الله يسلمك يا سيدنا الشيخ. ربنا يبارك فيك يا حاج. الله يخليك. انا يا استاذه لمياء اتربيت زي ربتني جدتي وابويا كان منفصل عن ماما، بس الفرق ما بين جدتك وجدتي اللي كانت ما معاش ودورت يعني محتاجه واشتغلت في ما كملتش تعليمي وفي البيوت بس، وبعينه ابويا ما ساعدش فيا. المهم اللي انا يعني عانيت كتير، عانيت كتير في ميزان حسناتك ان شاء الله. وبعد كده اتجوزت واحد كان مش بيخلف من مراته، واول ما خلف خدوا البيتين مني، وبعد كده طلعت من احتجاج، وبعد ومن شاء الكبير المولى العظيم. انا عيد النهارده يا استاذه لمياء، انا في عيد النهارده اللي رديت علي انت والاعداد والبرنامج الجديد ده. ربنا يبارك لك. حلو ده. المهم يشاء السميع العليم ان البيت الاولانيه ماتت ودريت. اي نعم الناس يقولوا ربنا خلصت لك، بس انا كنت موجوعه مره ثانيه اللي دي فقدتها. المهم يا استاذه لمياء اللي انا محتاجه اللي انت تطبطب عليا وتديني رقمك في حاجات انا مش هقدر اقولها على الهوا. وحياه رؤيا وكريم انا شفتهم في البرنامج وانت بتاخدي الجايزه، يا رب يخليهم لك. الله يخليك. حياتك البرنامج العظيم الحلو ده، والنبي ما يقفلوا عليا يا استاذه لمياء. والله ما بنقفل على حد ابدا. المهم اللي انا دلوقتي خدت واحد تاني وبيعيرني بابويا. المهم ومش اشكال، انا معايا ولادي بس عايشانهم كخدامه برضه. ولادك دلوقتي موجودين معاكي؟ ايوه. لا ده هو واحده ماتت وما زالت واحده يعني معايا، لكن انا اتجوزت تاني برضه واحد كبير في السن وعايز عيال برضه، بس الحمد لله عيالي معايا وهو كويس معايا، بس برضه حاسس اللي هو راجل وحاسس اللي هو مثلا اتحددت لامنيه العيال، يعني مش مشكله برضه انا عايشه مع عيالي، بس المشكله اللي هو ابويا مات. اللي انا عايزه بس اسالك حاجه عشان انا اتلخبطت دلوقتي، انت خلفتي من الثالث اللي انت اتجوزتيه او الثاني اللي انت اتجوزتيه ده؟ ايوه. ومعاكي ولاد منه وعايشه معاهم؟ وعايشه معاهم. اي نعم يعني بيعايرني وحاسس اللي هو محاسس برجوليته قوي. طب وهو بيعايرك بايه؟ يعني ابويا اللي رماني وحاسس بالرجوله اللي ربنا حجك. طب معلش وهو لما خدك وانت ابوكي اللي رماكي ده كان بمزاجك؟ طب المهم يا استاذه دلوقتي هو السؤال، سيبك من الاولاد وانا خدامه لعيال وخدامه يعني كويس الحمد لله برضه عن جارها. المهم اللي هو مات بقى ابويا انا مش قادره اسامح يا استاذه لمياء. لمياء مش قادره يا دكتور الجبر الخواطر احكي لك على الهوى المعاناه اللي انا عانيتها. كله في ميزان حسناتك. لا انا كل ده انا عايزه رقمك اخده لاسيب رقمي. سيبي رقمي. ترد عليا سيدنا الشيخ انا اعمل ايه بجله السماح. حاضر. المهم وحياه رؤيا كريم ورحمه ابوك العظيم اللي متعنا بسنه، وحياه رحمه جدتك اللي دايما تذكريها وانا متابعاكي. حاضر.
نور عينيك ويشفيك. حاضر والله والله حاضر عينيا الاثنين، سيبي رقم تليفونك وانا هكلمك. حاضر. ست جميلة والله، ربنا يكرمك يا رب ويرضيك على قد تعبك. تعمل ايه انها مش قادرة تسامح والدها؟ الام هتسامح، هتسامح دايما الام مهما عمل معاها اولادها. لا ده والدها، ابوها والدها. طيب هي الوقت عندنا والدها ده ظلمها الحقيقة. وفي اباء زي ما قلنا قبل كده، وقلنا هو ممكن الاباء يعقوا ابنائهم، ممكن الاباء يعقوا ابنائهم كما يعقوا الابناء كتير. كتير ان الواحد يخلف ويرمي، يخلف ويسيبها ويتوكل على الله في اي مكان تاني مثلا، ده نوع من انواع العقوق. طيب ليه؟ طالما مش هتقوم بشأن هذه الأسرة كنت بتدخل فيها ليه من الأول؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكلمة مسؤول ديت كلمة لازم كل واحد عنده أولاد يخاف من هذه الجملة. هتتسئل عن أولادك طبعا، هتتسئل عن الموظف اللي عندك، هتتسئل عن اللي بيشتغل، كل شيء هو مسؤوليتك. كل واحد هيتسئل عن عما استرعاه، إن الله سائل كل إنسان عما استرعاه. فلذلك بنقول سامحي والدك، يعني سامحي ادعي له، خلاص هو أفضى إلى ربه، ادعي له إن ربنا يرحمه ويغفر له. أما زوجك المفروض الإنسان يكون كريم مع الزوجة، يعني ما يعيرهاش بشيء طبعاً في أسرتها، حتى لو وجد اعوجاجا من أحد أفراد الأسرة. عيب أوي إن تقول لها روحي شوفي أخوك، روحي شوفي أبوك عمل فيك إيه، أو شوفي والدتك كذا، عيب. المفروض اصلا الزوج ست زي ما نقول كده ستر وغطى على زوجته طبعا. فمن الكرم ان يكرمها بالكلمه الطيبه ولا يذكر لها عيوب اسرتها. هذا لابد ان كل زوج يعمل كده. طيب ناخد مدام فاطمه. مدام فاطمه اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ممكن اتكلم معاكي؟ اتفضلي. استاذنك علي صوتك بس شويه. حاضر كده كويس؟ اتفضلي. كنت عايزة أقول للشيخ إن أنا في خلافات بيني وبين أهل زوجي، يعني أخته، هي أخته وكده، وكانت بتتخانق معايا على طول وفي مشاكل، فأنا قررت إن أنا أقاطعها خالص، هي أصلا بنت عمي. فعايزة أعرف إن هو يعني إن أنا كده بقطع صلة الرحم وكده، ومعايا بنتي برضو أنا مش عايزاها تكلمها خالص، يعني حتى لما تسأل على بنتي أنا مش حابة إن بنتي تكلمها او يكون لها علاقه. بنتك سنها قد ايه؟ 2 سنين ونص. تمام. طب انت ليه يعني بتتاذي لما بتكلميها؟ ايوه هي اصلا، بس هو يعني اصلا حكايتي طويله، يعني بتعرف متوصله على حضرتك، هي دايما تعيرني بحاجات. تمام. كان في مشكله واتخانقت معايا ومره سبتني في عرضي بالكذب، وبعدين اتصالحنا وكده، بس انا مش صفيانه لدرجه اني اقسم بالله كل يوم زي ما بذكر ربنا وبستغفر ربنا بتحزن فيها لدرجه ان هم ممكن كل ثانيه. طب انت بتقولي ان انتوا بعد الخلاف الاخير ده انتوا اتصالحتوا، بس انت من جواكي مش صافيه، ما تقدريش التعامل بينك وبينها يبقى سلام عليك وعليكم السلام كده زي ما بيقولوا، بس بدون تدخلات. ان هي دايما بتتخانق معايا، فانا قررت ان اقطعها، ان انا لما بصالحها برضه ببقى مش صافيه، بحاول اصالحها ترجع تاني تخليني ان انا اكرهها، فانا قررت ان انا اقطعها. فانا عايزه يقول، بس انا مش حابه ان بنتي تكلمها عشان انا ورده ما اكلمهاش، يعني ان انا ما اقتدرتش بيها، فهو ده يعني حلال او ولا حرام وكده. بس السلام ده مش اختلاط، يعني لما تقولي لها سلام عليكم ما تختلطيش، يعني ما تروح لهاش مثلا، يعني تبعدي بدون خصام، يعني ما يبقاش في يعتبر عايشين مع بعض. ان انا حاليا مش موجوده في البيت لظروف برضو كده، بس انا بنتي بتسال على بنتي ساعات وكده، وبتقول لابوها وكده انا عايزه اشوف البنت، فانا قلت له لا، هي ولا هتكلمني ولا تكلم بنتي، وانا مختصره وخليها. هي عمتها؟ عمتها. ايوه. طب ما ينفعش، هتمنعيها ازاي عن 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 بنت اخوها؟ ان انا لو اختلطت بيها ان هي فعلا مؤذيه، بتجرحني في مشاعري، وانا كانت تعبانه وعامله عمليه وما سبتهاش وكنت جنبها، وايا كان ايه غلط اللي انا بعمله معاها او مختلفين في ايا كان المشكله اللي احنا مختلفين فيها، دايما تهيني وتغلط فيا، وانا مش برضه ان انا. طب جوزك ليه ما بيتدخلش؟ هو اصلا زوجي في ظروف، يعني هو زوجي اصلا محبوس وكده. وهي دايما اللي هو ايه بتتخانق معايا وعايزه تسيطر عليا، تمشي كلامها عليا، ودايما بتشتمني باهلي وابويا وامي، وهي اصلا بنت عمي،
يعني انا مش عارفه وعايزه اسال الشيخ بس يقول لي ان هي لما اي حد مثلا يغلط في حد يسب او يشتم او كده المفروض يرد عليه ولا يسكت؟ انا عامه بس حاضر حاضر تبين يا فضل. احنا عندنا دقيقه فضلت الشيخ. طيب هو طبعا الانسان ممكن يضغط نفسيا لو قلنا له الوقت تكلميها في الحاله اللي هي هتتعب اكتر ولكن انا مش عايز ممكن ما تسمعش الكلام اساسا ممكن مش عايزين نقفل دايما باب الود او بمعنى اخر مش عايزين نوسع دايره الخصام يعني انت مش هتكلميها بس ما تمنعيهاش انها تشوف بنت اخوك بنت اخوها ما تمنعهاش من ده يعني نخلي دايما باب من ابواب الود حتى مفتوح يمكن تعرف غلطها في يوم من الايام وبرضو اصل احنا ما بنسال على اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى هي تعتبر صله رحم ليها هي مش اخت الزوج بس انت عارف حضرتك لو هي اما قالت بنت عمك كنت اقول لك هي تقرب لك ده قريبتك اصبحت من الارحام اما لو مش قريبتها لا امر تاني ما اتكلمها يعني لو اخت الزوج من غير ما تبقى في صله رحم بينها وبين بعض بتتاذي بالطريقه ديت اقول لها لا ما تكلميهاش الوضع كان هيبقى ولكن ما تمنعش اولادها ان يصلوا ارحامهم البنت لسه صغيرة ما تعرفش يعني صلة رحم ولكن ما تمنعش عمتها انها تشوفها ممكن نغفل عن اي شيء في الحياة الا الحاجات اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى الصدقة من اهم الحاجات اللي بنقول دايما انها بتفتح الابواب المغلقة ان هي بتفرج الكروب ان هي بتبعد عننا الابتلاءات ان هي حماية وتغليف لينا من اي اذى ممكن يأذينا في حياتنا سواء احنا او اولادنا او اهل بيتنا عايزين نأكد على معنى ان الصدقة من اهم الاشياء اللي موجودة في الحياة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء نفسي تتوق يا رسول الله لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم الله تبارك وتعالى خاطب الملائكة في القرآن وقال إني جاعل في الأرض خليفة وجعل الإنسان ليعمر فيها وأعطاه وظيفة البقاء في الدنيا لمدة معينة وأعطاه الأمل أن يكون باقيا إلى يوم القيامة أعطاه فرصة العمر الذي له بداية وله نهاية وقال له إذا عمرت في الدنيا فإن العمار في الدنيا سيمتد إلى قبرك ويمتد إليك يوم القيامة حينما تلقاني وألقاك تخيلي حضرتك حينما تكوني في الدنيا وتفعلي كل الخيرات بر والدين صدقات زكوات تكوني عبدا ربانيا خليفة الله في الأرض يكون هناك اللقاء ربنا مش ممكن يعذبك ده هو بعتك وانت أحسنت في الأرض طبعاً. يبقى لازم يغدك سبحانه وتعالى ويضعك على منابر النور لأن كل من يجلس على منابر النور من أهل العطاء في الدنيا تشتاق الملائكة أن تراهم وتشتاق الأنبياء يوم القيامة أن تراهم كل الأناس والخلق الذين خلقهم الله من إنس وجن يشتاقون لرؤية هؤلاء الذين يجلسون على منابر النور هؤلاء الذين سمعوا من الله قالوا سمعنا وأطعنا هؤلاء الذين أمضوا حياتهم لله رب العالمين هؤلاء الذي ما مرت بهم لحظة من لحظات الدنيا إلا وفعلوا فيها الخيرات وتركوا المنكرات وكانوا يشتاقون لرؤية رب البريات هؤلاء الآمنون من عذاب الله يوم القيامة هؤلاء الذين يقفون تحت عرش الرحمن يستظلون بظل عرش الرحمن هؤلاء هم الآمنون هؤلاء هم الذين توظفوا في الأرض فرقوا وارتقوا حتى وصلوا إلى أعلى المراتب في الدنيا وعند الله يوم القيامة وهو ده اللي احنا بنتمناه وهو ده اللي احنا بنحلم بيه وهو ده اللي احنا بنسعى ليه واحنا عايشين في الدنيا ان احنا ننور رضا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ننور كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا جبر خاطر ربنا سبحانه وتعالى لينا لانه لما احنا نجبر بخاطر الناس الجبر هيجيلنا من عنده هو لا. وأكيد جبر ربنا سبحانه وتعالى أفضل وأحسن من جبر أي حد تاني لينا
ناس كتير ممكن تبقى عايزة تساهم في الأبار أو عايزة تساهم في محطات التحلية، لكن زي ما دكتور عماد قال دلوقتي تكلفة بتبقى عالية جدا، ولكن لو شاركت بالبسيط أو بحاجة يعني زي ما ربنا يديك ويقدرك أكيد هتفرق كتير جدا. لما بيبقى في مكان محتاج سواء كان محطة تحلية أو أبار، أعتقد أنه أصحاب الخير بيبقوا شايلين مسؤولية كبيرة جدا أن إمتى ربنا يرزقنا عشان نقدر نلبي احتياجات المحتاج. أنا بدعو كل أحبابنا وكل اللي بيشوفونا دلوقتي وأقول لهم ما تيجي مع بعض نستحضر اسم الله العظيم، اسم الله الكريم. حينما أقدم صدقة للناس لا أنظر إلى قدر الصدقة، يا ترى هتنفع ولا مش هتنفع، يا ترى هاخد بقدها ولا أكتر منها، انظر إلى من ستعطي. أنت سوف تضع هذه الصدقة في العظيم، في يد العظيم، في يد الكريم. فما تقولش بتعامل ربنا سبحانه وتعالى، ما تقولش بكام، أنت تتعامل مع من لا تزول خزائنه ولا تقل خزائنه ولا يعني لا تنقص رحمته سبحانه وتعالى. افعل الخير وانتظر من الله الكرم، الله كريم من أسمائه الكريم، فانتظر من الله تبارك وتعالى عطاء. طب أنا دلوقتي عملت وصلة مية على قدري، يا ترى هاخد ثوابها وصلة مية عند ربنا؟ طيب أنت لو استحضرت اسم الله العظيم ده وعندما تقول أعطيتها لله مالك الملك مالك الكل شيء سبحانه وتعالى، يبقى هتنتظر منه نفس القدر؟ لا، سيب ده على الله سبحانه وتعالى، لأن عطاء الله كثير لا ينفذ أبدا سبحانه وتعالى. وصلة المية تعتبر من الصدقات الجارية؟ نعم، لأنها تجري في شرايين الأرض وتدخل في بيوت الناس كالدماء في يد الإنسان. عايز أقول لحضرتك محطات التحلية أو محطات المياه النقية اللي احنا بنجيب الآبار ونشوف المياه اللي فيها، وكل نبع من فضل الله، لأن بنحاول إن احنا نحفر أكثر وأكثر في الأرض عشان نجيب حاجة بيسموها عرق المياه أو عرق النيل، أي يعني المية العذبة، وبعد كده نعمل لها عملية التنقية ثم التحلية ثم هذا البناء اللي احنا بنشوفه علشان نوفر على قرية كاملة السقاية، شربة ماء. مش هقول بقى محطة ولا وصلة مية عمالة تجيب مية كل يوم، لا، هي شربة مية قادرة تستطيع هذه شربة الماء هذه أن تغنيك يوم القيامة، أن تقف في أرض المحشر وتقف عند الميزان وتقف عند الصراط وتقف وأنت كلك عزة وكرامة، لأنك سقيت فسقيت من يد الحبيب المصطفى عليه أفضل صلى الله عليه وسلم. شوفوا بشيء بسيط جدا، يعني لا هياخد مننا مجهود ولا هيضيع صحتنا ولا أي حاجة، بحاجة بسيطة جدا ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا ويفتح لنا. وده كرم ربنا أنه دانا الطرق علشان ندخل الجنة. طبعا هو الكريم. بلد أو أي قرية بيكونوا داخلنا بيحاولوا قدر الإمكان إن هم يدوا ليه، لأن اللي بيعطي أو يعطي هذا هذه الصدقات وهذه الزكوات يجب أن هو يطمئن برضو، هل هو بيحطها في مكان فعلا رايح آخر المكان ولا لا. من فضل ربي سبحانه وتعالى أن هذه الخافلة الممتدة يمكن من شهر 3، إحنا دلوقتي خلاص داخلين على العام القادم العام الجديد كلها سويعات مش هنقول أيام، من شهر 3 اللي فات قامت الجمعية بحوالي 7 أو 8 قوافل، راحت الصعيد وحلايب وشلاتين وراحت الأقصر وأسوان ورحنا وسط سيناء وشفنا قد إيه قدر الاحتياج. فإحنا بنقول دلوقتي الناس قاعدة مستنية إيه؟ مستنية العلاج، مستنية الطعام، مستنية الشراب، مستنية الغطاء. إذن يبقى هنا القافلة متكاملة، إن أنا بحط الكرتونة اللي هي الناس بتاكل وتشرب منها، وبعمل لهم أمان ودفع إن كنت باخد لهم غطاء، وبعمل لهم توفيرا لصحتهم إن أنا باخد لهم الأدوية، لأن إحنا عايزين كميات هائلة بتتعمل
يعني عربية كاملة صيدلية فيها كل حاجة، فيها كل حاجة صيدلية، وطالع معها دكتور بحيث انه بمجرد ما بتوصل القافلة بيحطوها في مكان في صيدلية بتتبع هذه الجمعية، بحيث ان اي واحد محتاج لاي علاج الطبيب يتسلم الأدوية ويبدأ يصرف الروشتات بدون اي مقابل. في كمان الملابس، احنا كلنا ممكن يكون عندنا ملابس كتير جدا ما بنستخدمهاش، اللي خلاص صغرت علينا، اللي ما بقتش مناسبة للسن، اللي جبناها وشفنا ان هي مش مناسبة لينا. نقدر نطلع كل الحاجات دي، لانه الاطفال كمان هناك والسيدات هناك وكبار السن هناك، غير انه ما فيش غطا، هو اللبس اللي موجود عمره ما يدفي ابدا. ودي برضو من ضمن الاحتياجات اللي عندهم هناك. يمكن لما ندخل بيوتهم ونسأل انتم محتاجين ايه، ممكن تلاقيهم رغم انه ما فيش اي حاجة عندهم، بس يقولوا لك مثلا احنا نفسنا في ثلاجة، لا نفسنا في بوتاجاز عشان نعمل لقمة سخنة. ممكن يكون ما عندهمش حاجة يناموا عليها، ممكن ما يكونش عندهم غطا يتغطوا بيه، ممكن ما يكونش عندهم سقف يحميهم، لكن من كسوفهم وخجلهم يبقوا بيطلبوا حاجة واحدة بس. كان كمان من الحاجات الجميلة الحقيقة في جمعية البر والتقوى، ان كان ممكن ندخل بيوت ناس ما عندهمش اي حاجة خالص بس طالبين تلاجة، فيسألوني لاميا طب هم حالتهم عاملة ايه، اقول لهم ما عندهمش اي حاجة خالص، هتلاقي الجمعية واخدة لهم قطع موبيليا، كنب وكراسي او سراير او دواليب ممكن تبقى بتساعدهم، عشان يبقوا يعني الى حد ما قدروا ان هم ينفذوا لهم اللي نفسهم فيه ومش قادرين ان هم يطلبوه. هي الدعوة اللي انا بقولها، ان بدال ما الملابس عندنا دفيانه جوه الدولاب نخرجها صحيح للناس ان شاء الله خير مع القافله الله. باذن الله ان شاء الله. نورتني يا فضيله. الله يجزاك ويكرمك يا رب. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا